السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جماعة دقيقة صمت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهبت رياح التغيير وأحفاد الشهداء على ذلك عازمون، دقت طبول ثورة مجيدة أبطالها جزائريون، أشرقت شمس الحرية مثيلة بذلك الغشاء عن العيون. حان وقت الرحيل يا من تلعقون حذاء سيدكم إيمانويل ماكرون. بدأنا مسيرتنا بالمئات والآلاف حتى فاق العدد 20 مليون. سلميون حضاريون وبمسؤولياتنا واعون، متكاتفون متآزرون متلاحمون، وعلى بلادنا الغالية محافظون. حلمنا بناء دولة جديدة يسودها العدل والاستقرار والقانون. نحن نخاطبك يا من تكتب رسائل الرئيس خلف الستار، أنت ولصوصك الأربعون، يا من نهبتم خيرات بلادنا ولا زلتم تنهبون. تحسبهم طيور الجنة وهم في بيوت الرحمن جالسون، ولكن في الحقيقة أفعالهم فاقت في الدناءة أفعال نتنياهو وشارون. ألا تتقون يوما فيه إلى ربكم ترجعون؟ ما هي حجتكم عند رب العباد يوم تسألون؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطبا بطنه: قرقري أو لا تقرقري فلن تدخلك لقمة واحدة حتى يشبع المسلمون. وفي بلادنا نهق حمار فقال: لا يجب على أطياف الشعب الجزائري أن يأكلوا دانون. تعلمنا في مدارسكم أن السارق تقطع يده ويعاقبه القانون. سرقتم الجزائر طولا وعرضا، لكن عجبا لم تحاسبكم العدالة عما كنتم تفعلون. تغيرون مواد الدستور بما يتماشى وما صالحكم، تلعبون به كما تشاءون. أهذا دستور يسير بلادا عظيمة كالجزائر أم أنه لا يغدو كونه شيفون؟ وضع أحرارنا الكادر تحت أقدامهم وهم عليه يدوسون. نهق حمار آخر فقال: بكيت من هول المنظر، ألم تتحرك مشاعرك يا عادم الأصل عندما كان إخواننا وأبناؤنا في البحار يغرقون؟ ألم تتحرك مشاعرك يا عديم الأصل عندما كان أبناؤنا وإخواننا في البحر يغرقون؟ تعيشون حياة الترف والرفاهية على ظهورنا وأنتم تستمتعون، وأبناؤكم وبناتكم في ملاهي أوروبا في أموال الشعب يبذرون، وأمهاتنا وأبناؤنا على أبنائهم دما يبكون. كيف لا وهم يرون فلذات أكبادهم في قوارب الموت يهلكون، وأنتم وأبناؤكم في مستشفيات سويسرا وفرنسا تعالجون، ونحن هنا في مستشفيات شبيهة بأكواخ دجاج نعانون. اتهمتمونا بقلة الوعي والبلطجية والجنون. حاشاكم وألف حاشاكم، فتربيتنا تربية معلمنا ابن باديس، واستمدينا الشجاعة من بطلنا بن بولعيد، والحكمة من عالمنا ابن خلدون. تحاولون التفرقة بين أطياف المجتمع الجزائري وأنتم في بذور الفتنة تزرعون. خسئتم، فها أنا عربي أقبل أخي الشاوي، وأولئك هم إخوتي مزابي ترقي قبائلي لبعضهم البعض يحضنون. الله أكبر. صورة معبرة يا أبناء فرنسا، ليست كذلك؟ ردوها علينا إن كنتم تستطيعون. اقترب اليوم الموعود الذي فيه ستحاسبون عما كنتم في بلاد سقيت بدماء ملايين الشهداء تدنسون. خطابنا واضح وصريح: ترحلون يعني ترحلون،
سئمنا من وجوهكم القذرة ومن سياساتكم العقيمة، وتفو عليكم يا بني كلبون. في بلادنا الجديدة التي نصبو لبنائها لن يكون هناك فخامة للرئيس ولا معالي للوزير، فالفخامة للشعب الجزائري الحر الأبي والعلا لله العزيز العلي. ومن لا يضع فخامة الشعب الجزائري نورا في عينيه نضعه تحت أقدامنا ترابا وندوس عليه. وهذه رسالة إلى كبير الشياطين رئيس حزب الكرامة الذي لا يملك كرامة. أحرار مغنية والسواني وتلمسان نزلوا إلى الشارع ولم يكونوا للقمة العيش طالبين، بل نزلوا يدا واحدة وحناجرهم تنطق صدى واحد: ارحلوا يا فاسدين، ارحلوا يا سارقين، ارحلوا يا شياطين، ارحلوا يا من كنتم لأمانات شهدائنا خائنين. وأنت لا تغدو كونك كلبا من كلب هذا النظام الفاسد. حاشا الكلاب فالكلب فتطعمه أياما يتذكرك سنين وسنين، وأنت تأكل في الغلة وتسب الملة. وهذه رسالة إلى أطياف الشعب الجزائري بمختلف أطيافه: كونوا كالبنيان المرصوص، لا تعطوا الشيطان مكانا ليتغلغل وسطكم وينشر بذور الفتنة. قد تختلف أسماؤنا من محمد إلى إغيل إلى طكفاريناس إلى عبد الرحمن، ولكن أمنا الجزائر أمنا واحدة. تذكروا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تذكروا قوله أيضا جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه كلمة لإخواننا الفلسطينيين لكي لا ننساهم مكانكم هنا في قلوبنا. واعذرونا أيها الفلسطينيون، اعذرونا فإننا كلنا محتلون. سامحين بحقك يا فلسطين، سامحين بحقك يا أمي يا فلسطين، فلو كان الأمر بيدنا لجئناك زاحفين. الله أكبر. وهناك بعض الكلاب من الأفلان والأراندي تسللوا بيننا ليصوروا ويقولون بأننا نمثلهم. نحن لسنا جيادا لتكونوا لحراكنا ممتطين. نحن أمواج من التسونامي نجعل من يريد ركوبنا أسفل سافلين. الله أكبر. كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.